بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. اليوم نبدأ في أول فيديو في سلسلة خواطر تربوية، تكون على شكل نصائح توجيهية تربوية تعليمية في حياتنا اليومية العادية والدراسية. الفيديو هذا موضوع تعود حول أسباب الفشل والرسوب في الدراسة، يعني وهذا الأمر يعاني منه الكثير من طلبة. إذن أعزائي الطلبة، في الجامعة، في الثانوية، في المتوسطة، يبقى الفشل والرسوب هو الهاجس الأكبر الذي يراود أبنائنا وبناتنا الطلبة. وربما يعتقد البعض أن السبب الوحيد لذلك هو مرافقة أصدقاء السوء، لكن أنا نقول لكم بلي هناك أسباب أخرى قد تؤدي إلى الرسوب في الدراسة، منها الوقت، عدم تنظيم وإهدار الوقت، هذا أمر سلبي جدا. ثانيا السهر، السهر لوقت متأخر في الليل في التفاهات والمواقع الاجتماعية الغير مفيدة، حتى ولو كانت مفيدة، إذن هذا السهر لوقت متأخر في التفاهات وفي هذه المواقع الاجتماعية بشكل دائم كما نلاحظ عند الكثير من الطلبة يؤثران على تركيزك. ثالثا التأجيل، حيث أعزائي الطلبة تأجيل الدروس وعدم متابعتها بشكل منتظم، يعني تنظيم دروسك وتأجيلها إلى، يعني عدم تنظيم الدروس يعني أو جعل وقت مذاكرة تتبعه، هذا يحول فترة ما قبل الامتحان إلى كارثة، وهذا أو هذه الكارثة يعيشها دائما الكثير من الطلبة، وهذا يلبلكم بها. السبب الرابع وهو التغيب، عليك عزيزي الطالب عزيزي الطالبة الابتعاد عن التغيب المستمر في الدراسة، وهذا يحدث عند الكثير، وتجنب البقاء طويلا في النوادي بالنسبة للجامعيين. السبب الخامس وهو عدم التحضير، حيث يجب عليكم أن أو يجب عليك عزيزي الطالب عزيزي الطالبة أن تحضر للامتحان قبل أيام عدة، يعني من قبل وليس قبل يومين أو يوم واحد، لأن هذه الظاهرة منتشرة في وسط الطلبة كثير، يعني يحضروا الدروس فقط عند اقتراب الامتحان بيوم أو يومين أو يعني في الفترة اللي تقترب الامتحان خاصة. السبب السادس وهي المشاكل الخاصة، أي لا تدع المشاكل الخاصة كالمشاكل العائلية تؤثر على عامك الدراسي. كي يكون عندك مشكل خاص عند دخولك إلى الجامعة أو إلى الثانوية أو إلى المتوسطة، في الباب حطه برا أمام الباب، ضع هذا المشكل برا أمام الباب في الخارج، كي تعاود تخرج دي معك. ودائما لأن ما كاش يعني يكذب عليك اللي يقول لك ما عندوش مشكل خاص، مشكل عائلي ولا مشكل بينه وبين زميل ولا إلى آخره. إذن هذه المشاكل هي العدو تاعنا، خاصة بالنسبة للدراسة أو بالنسبة لي كعامل إلى آخره. إذن لا ندع هذه المشاكل تؤثر علينا، خاصة في عامنا الدراسي، وخاصة عندما يكون لدينا امتحان بإذن الله. السبب السابع وهي الثقة بالنفس،
إذن أعزائي الطلبة، عدم الثقة بالنفس أو الثقة الزائدة بالنفس، لأنه كان اللي عنده عدم ثقة بالنفس وكان اللي عنده ثقة زائدة بالنفس، هذه كذلك من أسباب الفشل في الدراسة، يجب علينا تجنبها. وأخيرا الأصدقاء، أي البقاء مع أصدقاء فاشلين لا ولا تهمهم الدراسة أمر سلبي جدا جدا، يؤثر على قدراتك ونتيجتك. يعني عليك الابتعاد عن هذا النوع من الأصدقاء الذين لا، ربما كاين فرق بين صديق ما يقدرش يدرس يعني مستوى ضعيف، هذا بالعكس هذا عليك مساعدته، لكن كاين نوع آخر فاشلين يقدر يدرس لكن لا تهمه الدراسة، يعني يفشل روحه ويزيد يفشل معه الناس. وكذلك عليكم الفرق بين كلمة صديق وبين كلمة زميل. الأصدقاء هم قليلون يعني قلال، لكن الزملاء مثلا كامل التلاميذ اللي درسوا معك في القسم هم زملائك، كامل العمال اللي يعملوا معايا في المؤسسة هم زملائي، لكن مشي كامل الطلبة اللي درسوا معك هم أصدقائك، لربما عندك صديق أو اثنان أو حتى ثلاثة أو أربعة. إذن علينا أن نفرق بين، لأن الصديق هو اللي نمشي معه ونظل لاصق فيه ولاصق فيها يعني النهار كامل، راك شايف هذا هو الصديق، كاين فيهم اللي تصيبهم من هذا النوع، ماشي يعني ليس إذا حاولت يعني أنك تأثر فيه وترجعوا إلى الطريق المستقيم وكذا، وهذا من طبعنا نحن المسلمين يعني إحنا إخوة. إذا شفت أنه لا فائدة منه ورايح يهكك، راح يأثر عليك، راح يأثر على النتائج الدراسية تاعك، من الأحسن الابتعاد عنه، مشي تعاديه ولا ما تقولوا السلام ولا لا، بالعكس عاملوا معاملة حسنة لكن ابتعد عنه إذا ما فيهش فائدة. المهم أنا ذكرت لكم ثمان أسباب، ربما هناك أسباب أخرى لم أذكرها، فمن كانت أو من تذكر فيكم سبب فمرحبا بالتعليق تاعو، أنا ننتظر التعليق. وثاني أرحب بأرائكم، لربما عندكم مقترحات، عندكم آراء لتسجيل فيديوهات أخرى تكون مهمة، يعني فيديوهات تكون تربوية توجيهية إلى آخره. أعزائي الطلبة، إلى أن ألتقي بكم بإذن الله في فيديو آخر، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.